Hello everyone, مرحبا جميعاً. Welcome back to my channel. بهيدا الفيديو رح فرجيكم my new office ورح نعمل ال organization تبع الأغراض بقلب هيدا ال desk اللي جبته. و finally يعني صار في عندي desk قاعد اشتغل عليه، فيني اشتغل عليه ترجمة وفيني كمان اشتغل عليه مكرمة. فاليوم رح نظبط كل الأغراض رح حطها بقلب ال desk. وهيدا هو الديسك، رح فرجيكم هلا الديسك بطريقه اوضح، رح فرجيكم كل شيء فيه بالديسك، جوارير وكل شيء غيره كمان ناحيه ستورج. سو هيدا هو الديسك. بالاول رح فرجيكم عنده مثل اثنين سبيسز هون كرمال الاورجنايزيشن. هيدا الكرسي كان اوريدي عندي اياها من قبل، بيجي بهذا الشكل وعنده كمان ثلاث جوارير. هلا هيدا حطيتها هيك على جنب يعني ماشي. ثلاث جوارير وزيادة الستورج، يعني عنده هون رف اثنين ثلاثة فيني حط فيهم. فهيدا هو بس انه كبير، يعني يمكن بحدود المتر وستين كمان ناحية الطول يعني. وحسيته منيح يعني بالنسبة للسعر، لانه بصراحة نبشت كتير ما لقيت بيه هيك سعر وهيك بحجم يعني كبير. فيلا خليني هلا بلش تنظيف وكرمال حط الغراض فيه. خلصت التنظيف وصار الديسك جاهز لانه حط الاغراض فيه واعمل الاورجنايزيشن. ويلا خلينا نبلش لانه في كتير اغراض وان شاء الله يسيعوا، بس رح جرب قدر الامكان يعني زبطهم بطريقه مرتبه، وبركي بعدين بجيب اشياء مثل اورجنايزرز هيك لحط فيهم الاغراض، خصوصا الاغراض الصغيره يعني. وكمان عم فكر على هيدا الحيط بقدر احط شيء كمان قطعه مكرمه كمان بتبين مثلا احلى، بس مش رح اعملهم اليوم لانه ناطره جوزي تا يرجع من بيروت تا كرمال يقدح لي الحيط مثلا كرمال اقدر اعلقهم عليهم. ففاينلي صار في عندي ديسك وفيني اقعد اشتغل على رواق من دون ما ضلني قاعده على الصوفه وعامله هيك. وبدي اقول لكم شغله انه هيدا الديسك صار له بحدود العشر ايام وبعد لهلا ما فضيت نطفه وحط الاغراض فيه. فهلا عشيه صارت الساعه شي 7:30 وكان على اساس قلت انا بكره بعمله، فقلت خلص مش رح اجل بقى. وجبرت حالي قلت انا خليني خلص بدي اقعد نظم هيدا الديسك ونطفه كرمال حط الاغراض بقى. صار له 10 ايام تتخيلوا هيك منقوع يعني كان. يلا خليني بلش البارت تبع الاورجنايزيشن وخلينا نشوف كيف رح يصير واذا رح يساعوا الاغراض كلهم. اذا ما ساعوا مش مشكله، في بوكس عندي كبير بقدر خليه، يعني بقدر خلي الاغراض بقلبه. وتا كنت شفت بعدين شو فيني اعمل اكثر اورجنايزيشن تا كرمال يقدروا يساعوا الاغراض. Thank you.
بس اكيد مثل ما قلت لكم بدي اعلق شيء على الحيط، عم فكر اعلق هيدا البورد، فلانه ايام بستعمله ايام لا، فقلت انا خلي هيك بيكون معلق لانه بصراحه ما في مطرح غير حطه يعني، وحس اضبط شيء انه على الحيط هيك بقدر مثلا اعلق عليه اشياء كمان، فهيدا فكره يعني. ابني هون، فرح فرجيكم هلا شو صرت عامله وكل الاورجنايزيشن، واكيد مثل ما قلت لكم باول الفيديو رح جيب بعدين اورجنايزرز هيك تيكونوا منظمين اكثر، بس لحد هلا حسيتهم صفا يعني طالعين منيح، رح فرجيكم شو صرت عامله. سو لحد هلا هيدا هو الديسك، حطيت شويه من الاشياء اللي شغلتها مكرمه يعني، واكيد الاشياء اللي ممكن عوزها مقص وغير قلم وهيك، وهون حسيتهم مهضومين حطيت هيك الجار يلي اوريدي عملته مع هول الكوسترز، وهول اللي بقدر اصور احط السلولار عليهم وصور، وهون اكيد ورق اكاتر مع الدفتر، وهون الغراض يعني من روبس وغير روبس يعني هو الخشب، وهول كلهم صاروا منظمين فوق، وحطيت بهيدا البوكس الاغراض اللي هن صغار يعني بيجوا هيك بيكونوا اورجنايزد، في منهم الودن بيدز وودن سيركلز وكمان الميتال هوكس تبع الكي تشينز، وفي غيره اشياء هيك ديكور هولي استعملتهم كرمال تصوير كرمال كريسمس، فلحد هلا هولي هن الاشياء الصغيره يعني اوريدي كتير مرتبين بطريقه حلوه، واكيد رح اقدر زيد عليهم لانه ليكو بعد بساعة كتير هيدا البوكس. سو لحد هلا هيدا هو الديسك يعني من هيدي الميله، واكيد حطيت اغراض بقلب الجوالير، سو هون الاغراض مثلا المتر وفي الليم مثلا وهيدي اللي بمشط فيها المكرمه، وفي غير اشياء مثل خيطان صغيره وهيك. هيدا اول جرور، الثاني حطيت كل شيء في باكجينج باجز مثلا مثل هولي، وكمان بهيدا الجرور حطيت مثل الروبس مثلا مثل هولي والبيت يلي هن فضلات ليك هولي، حسيتهم هيك بيكونوا مرتبين اكتر. فهيدا هو الديسك لحد هلا مرتب مهضوم، بس اكيد مثل ما قلت لكم رح علق بعد شي هون، واكيد ما لازم ننسى هيدا الكرسي هي كتير كتير مريحة، وانا زيادة حطيت لها هيدا فكمان هيك كرمال ظهري يعني. وهيك بكون خلصت لليوم، فاينلي صار في عندي ديسك مرتب وبقدر اقعد على رواق، ورح كفي لكم هيدا الفيديو بس يجي جوزي ويركب لي هوديك اللي باقيين يعني، فاينلي صار في عندي ديسك، فبشوفكم بالنهار اللي بده يركب لي اياهم. فاينلي صار في عندي ديسك، انا بصراحه كتير كتير حبته، سمبل وناعم يعني، وهون بتكون نهايه هيدا الفيديو، بس قبل ما تنسوا انه تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس تتعرفوا كل ما بنزل فيديو جديد، ولايك على هيدا الفيديو اذا حبيتوه، واكيد ما تنسوا انه تتابعوني على الانستغرام تضلكم اب تو ديت بيومياتي، وانا بشوفكم بالفيديو اللي جاي، يلا باي.